الآن معنا هنا في استوديو الباحث في تقنيات المعلومات سلطان بتاوي. مرحبا بك سلطان. قد بدون مقدمات يعني مباشرة إليك، شكلك كتير تعبان، بعرف كنت عم تركض كل النهار كرمال تجيب العدة اللي هون اللي ورانا في الاستوديو. شو عندك؟ أنا قلنا لكم جايتكس بشكل مصغر من المعرض إلى الاستوديو. طيب خبرنا أول شيء عن جايتكس قبل ما نقوم أنا وياك لهونيك تنشوف العدة والسيارة اللي جيبها والكاميرات وغيره. أوكي. خبرنا شوي عن جايتكس، كيف كان السنة وشو شو أكثر شيء جذبك؟ يعني كان من أكثر الأجنح الملفتة اللي هي جناح الشيخ سعيد اللي كان متخصص بالكونسيومر أكثر شيء، أو الأغراض اللي بتهم المستهلك. تقنيات متطورة صغيرة، إكسسوارات هواتف، إكسسوارات موبايل، لابتوبس، شغلات كثيرة خاصة بالإند يوزر أو المستهلك بشكل مباشر. والناس كانوا متجاوبين يعني متلقيين بالشكل اللازم لهذه المواد الجديدة، أو يعني كانت ألعاب أو تقنيات مفيدة في الحياة اليومية؟ لأنه أنت عندك كذا جناح، فأغلب الأجنحة كانت مختصة بقطاع الأعمال والحلول في نظم المعلومات، لكن هذا الجناح الأكثر جناح أو الجناح الوحيد اللي كان يحتوي على أشياء بتهم المستخدمين. طيب خلينا نقوم لهونيك، يعني لأول مرة أنا بترك الاستوديو هون، رح أقوم معك لهونيك كرمالي السيارة اللي جيبها. تفضل. شو جايب؟ بس خلينا نشوف هلا شو جايب معك بالضبط. احنا عبل ما نوصل لهونيك تشرح لنا الكرسي لشو؟ الكرسي هذه في لعبة على الاكس بوكس أطلقت أو كانت موجودة في المعرض قبل إطلاقها بثلاثة أيام. هي عبارة عن لعبة فورس. طبعا لما نقلنا جايتكس صارت شوية مشاكل عندنا هنا في الكهرباء، فالتوصيلات مش ممكنة. التوصيلات يعني مش ممكنة. فهذا الست اللي كان موجود في جايتكس، اللي حضر معرض جايتكس أكيد شاف الستس هذا الموجودة. في هنا بعض الجادجتس اللي كانت موجودة في المعرض، الكاميرات. فينا نجربهم شوي؟ فينا أكيد فينا بعض منهم. فينا شو يعني أكثر الكاميرات تميزا يعني بشو؟ يعني يمكن هذه مش جديدة، بس أنا كان نفسي أجربها. هذه الكاميرا، هذه الكاميرا يعني بتناسب المراهقين. زي ما أنت شايف الكاميرا شغالة الآن. الكاميرا هذه مفروض ضد الرمل، ضد المية. كيف عم تحاول هلا تحطها بالماء؟ ما بعرف، نتأكد شوي على الكاميرا، نتأكد انها طبخة الليلة اليوم. بدنا نشوف بكرة اذا بتضل ماشي. وبعد ما نستخدمها شايف هي وداك صورناك طاهر. صورتني. ايوه. اوكي فيري جود. طيب حسب كلامهم في الشرح قالوا اذا وقعت الكاميرا من ارتفاع متر ونص المفروض تكون شغالة، ما في أي مشكلة. فمثل هذه الكاميرات تكون مناسبة للرحلات اللي بطلع سفاري أو هذا، تكون حلوة وظريفة. أوكي. في من الشغلات الحلوة أيضا كان حبيت هذه. هذا عبارة عن كفر للبلاك بيري. كفر البلاك بيري. أوكي. كم تتوقع سعره طاهر؟ شكله يعني ما بعرف صراحة. ما عندي هذا هذا الكفر من كيس ميد، عبارة عن لا هذا سعره 9000 دولار. 9000 دولار. السبب هذا عبارة عن يكون هذا ماس مثلا. ماس ايوه. فعلا ايوه هذا ماس. وذهب هذا مثلا قطعة ذهب. اي فهذا الناس اللي بتحب التميز بيكون مناسبها الكفر هذا. حلو. التصميم برضه للشركة بتوفر. طب هذا شو ميزاته؟ ليش يعني بتنعرض بجايتكس مثلا او بتعرض؟ ما هذا اللي بقول لك، انه للناس اللي بتحب التميز فكان موجود الكفر هذا. ما في شيء يعني خاص تقنيا؟ لا هو لا ما في له اي شيء تقني. اللي خاص تقنيا هذا الكفر. هذا الكفر عباره عن بطاريه او بتعطيك مده تحدث 7 ساعات زياده عن البطاريه العاديه. حلو. يعني مثلا الجهاز هذا غالي قد ايش سعره؟ هذا تقريبا سعره 300 درهم. 300 درهم. 300 يعني درهم يعني تقريبا 300 درهم. يعني عارف مثلا اي الاجهزه هذه اللي بتستخدمها البلاك بيري من الاجهزه اللي دائما بتستهلك الكهرباء بشكل سريع، فبالتالي انت لو جيت تتحدث 6 ساعات في اليوم او 5 ساعات تلقى التلفون 3 ساعات متواصله تلقى التلفون خلاص انتهت بطاريته. فلما بتركبه في الشاحن هذا مجرد انك ركبته حيبدا يشحن لك البطاريه لمده 20 ساعة انتظار و7 ساعات تحدث. فهذه مناسبة لرجال الاعمال. حلو. وفقط يعني 80 دولار تقريبا يعني تقريبا 80 دولار الامريكي. في واحده من الكاميرات اللي نسيت اطلعها.
عادي مش مهم يعني. هذه لا سوري جايتك السنة الجاية مالكي. هذه الكاميرا أي نعم شكلها كلاسيكي بس الميزات اللي فيها أنك تقدر تغير العدسات، فتقريبا هذه مثلا من الكاميرات الكاميرات البروفيشنال أو الخاصة بالمحترفين. فلو جينا نستخدم مثلا هذه الكاميرا فمنظرها بيكون شوية يعني حنز الحرب. فلو جيت أي بروفيشنال لو جيت تسافر حتكون يعني عارف نوعا ما صعب أنك تتحكم فيها أو تشيلها معك في كل مكان. بينما لو جينا نتكلم عن هذه الكاميرا شكلها كلاسيكي وممكن يعني شركة باناسونيك نفس اللي تعطيك نفس الكاميرا بس بحجم أقل. أي بحجم أقل تنفع يعني زي ما قلت لك للسفر، فيها فيديو بتصور فيديو اللينسز اللي فيها ممكن تتغير وفي عندك شغلات إنه مثلا زر الفيديو عندك مجرد كبسة وخلاص تبدأ تصور. طيب. من الشغلات الثانية الكويسة عندك هذه مع أنه كان بدي إياك تقعد على الكرسي اللي هون بس يعني ما في توصيلات كهرباء مع أنه كل هالكهرباء الموجودة بالاستديوهات ما زبطت. هذا الجهاز عليه ويندوز 7 أوكي. طبعا حاولت استخدمه، الاختلاف اللي للآن وجدته ما بينه وما بين الفيسا أنه الجهاز أسرع بكثير من الفيسا. أوكي. ممكن على مستقبلا حنكون عملنا تقرير بشكل مفصل عن الـ طبعا بتقارير دائمه باخر ساعه وعبر نشرات العربيه عن كل ما هو جديد. هذه يمكن شفتوها، هذه برضها سماعات وايرلس. اوكي. بس انك بتركب في الدوك الجهاز تبعك الايفون فيها وخلاص تبدا تتنقل معك في الغرفه من غير ما تحتاج لكيبلز او اي حاجه، بيطلع معك الصوت. أنا ما عم بعرف هو كلهم لإلك صاروا ولا اشتريتهم ولا منحوك إياهم؟ هذه منحة لمدة يوم. والله؟ طيب ممكن نكوش على شوي يعني على كم كاميرا. تفضل يا طاهر. شكرا لإلك سلطان بتاوي الباحث في تقنية المعلومات، دائما طبعا مع المزيد من التقارير إن شاء الله المميزة إن شاء الله. مشاهدينا الكرام نحن نتابع معكم في آخر ساعة من استوديو آخر ساعة اليوم كرمال سلطان وكرمال جايتكس جينا لهون نتابع في آخر ساعة.